السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد، ولازلنا نتحدث في برنامج فريدي. أرحب بإخواني الأفاضل محمد رجب. حبيب الله يبارك لك. الله يحفظك يا رب. أخي الحبيب علاء الدين العاشر، حياك الله. كيف أحوالك؟ على خير حال، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. إحنا كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت عن عبادة عظيمة هي جبر الخواطر، صحيح، بس أحس إن أنتوا يعني حلقة واحدة مش مكفية في الموضوع، صحيح. لسه عندكم كلام كتير وإضافات كتير. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن اهتدى به الى مدينة وبعد. والحقيقة الموضوع ده تقريبا واحنا بنجهزه من قبل كده، وانا دايما اشتعر دايما مصمم على الموضوع، وانا كنت دايما بتراجع شوية في الموضوع ده. هو جبر مخاطر. اه والله. والامر الثاني ايه بقى؟ الواحد انا عايز اعيش الكلام فعلا، عايز اكون عايشه، يعني نستاهل ان احنا نتكلم فيه ولا لا؟ يعني هو طبعا الامه محتاجه ان احنا نتكلم فيه ونبين اهميه الموضوع، لكن ان انت تعيشه كمان، يعني حاسس انت كل ما تيجي تذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى متذوقه وحاسس بتاثيرها واهميتها، عشان ما تروحش هدر كده وما تروحش رخيصه. يعني بيقول لك ايه بقى؟ ليه الموضوع ده خطير قوي؟ ليه الموضوع؟ الانسان عباره عن ايه؟ شعر، عباره عن جسد روح، صح؟ عباره عن جسد. الجسد له امور في المداواه وكذلك الروح. المداواه بتاع الجسد هي عباره عن اكل وشرب وشيء من هذا القبيل. الروح بيصلحها الحاجه اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، قران، الذكر، العبادات، الى اخر هذه الامور. تخيل في مسألة جبر الخواطر، عن النقيض مباشرة كسر الخواطر، صح؟ كسر الخواطر. معنى كلمة جبر معناها إصلاح الأمور. فحاجة عظيمة جدا، الإسلام موجود أصلا في الدنيا ليسوس الدنيا ويصلح الدنيا ويصلحها كلها، صح؟ الإسلام كذلك برضو إيه بقى؟ مسألة الجبر هي من أسماء الله عز وجل الحسنى الجبار، فصفة الجبر هي إصلاح الأمور. فالأمر هنا اللي بيصلح إيه بقى؟ الروح نفسها. أنت كسر الخاطر ليس عظاما تكسر، ولكن هي نفوس تقهر، فلذلك بتبقى صعب قوي وبتقدم القلوب بشكل كبير. والله عز وجل يعني دائما حريص على ان القلوب تاتي سليمه لله سبحانه وتعالى، وان القلوب لابد انها تكون قلوب عايشه بحياه طيبه كريمه، عشان ما تفطرش على بعد وتعيش حياه مش حزينه، لان الشيطان بيسعى واحب شيء اليه هو حزن المسلم. فما كنش انا وانت ولا اي حد سبب في حزن المسلم. احكي لك موقف في جبر الخاطر بسيط وجميل. طبعا ايه احنا يعني بص يا شعب، في بيوتنا كده ببساطه نقدر بكلمه بسيطه ونكبر الخاطر. يعني مثلا وليكن امهاتنا مثلا لو بتعمل اي اكل وهو مش عاجبك ولا حاجه، لو مش عاجبك يعني، فانت ببساطه خلاص تسلم الايادي، تسلم مش عارف ايه الكلام ده، ده بيريح الام قوي. والناس الكبيره على فكره خاصه الاباء والامهات والاجداد بيبقى منتظرين كلمه فقط، مش محتاجين حاجه تانية، كلمه بس تكبر الخاطر. وكذلك الاطفال على كده مؤثرين في الموضوع ده قوي. انا عايز اقول لك بقى، تعالى بقى بالنسبه للاباء المشاهدين مره طبعا. يعني مثلا اخر مره قلت لوالدتك جزاك الله خيرا، أيوة، او شكرا بس على بس الاكل. ايوه والله ينور عليك، ناكل كده وخلاص. انا زيك دايما بقعد اقول في المناقشات كده اللي بتبقى بسيطه، يعني دايما اقول بيوتنا دايما. يمكن انا اتناقشت وانت قبل كده في عربيه واحنا كنا جايين من تجمع خامس، كنت بتكلم في النقطه ديت دايما. كنا جايين انا والراجل ده مع بعض يعني. المهم كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم ان البيوت بينقصها انا اسف وشكرا. صحيح. البيوت فعلا بتنقصها كده، انا اسف كلمه ده، لان كل واحد خد ان ده حاجه طبيعيه بتحصل. تعالى بقى بمناسبه ابا انس وابا عمر، بالمناسبه ابا انس وابا عمر، ماشي، بمناسبه ان احنا عند زوجات وكده اخوات يعني. ففي موقف جميل قوي كان، طبعا برضو العباده ديت ناقصه قوي بين الازواج، مش كل الناس واخده بالها منها، مع انها من اهم الاسباب اللي بتؤدي لنجاح الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه على فكره سهله جدا في نجاحها بالكلام الطيب ببساطه خالص. صحيح. يعني كان احد الصالحين دخل على زوجته، مش اشار، ركز بالله عليك بقى في الموضوع. كان احد الصالحين دخل على زوجته، هو داخل، فاول ما دخل طبعا العاده بتاع المسلم انه يدخل بيته يقول السلام عليكم للبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم على اهلي فليسلم تكن بركه عليه وعلى اهل داره. فدي من السنه ان انا ادخل اقول السلام عليكم، طبعا فضلا عن دعاء الدخول، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. فاحد الصالحين هو داخل، اول ما دخل فلقى زوجته امامه عبسه قوي ومكشره والدنيا بايظه، وزي ما بيقولوا كده 1111 وانزواء بين خلاص الدنيا دمار. اول ما حوارات صعبه مش هيقدر. اول ما دخل فلقى كده، فعمل حركه كده تكتيك بسيط، ما قالش السلام عليكم على غير العاده، وبيدخل دايما يقول السلام عليكم، المره دي ما قالش، وكانها الست في الموقف ده وكانه بيزودها يعني. فالمهم ايه، دخل اقترب وراح جاي جالس جنبها، فالست في اللحظه ديت خلاص احمرت الاوداج بقى وانتفخت، ايه ده داخل وشايفني زعلانه ومش عارف ايه وما بيتكلمش وما بيسالش خالص خالص، لكن هو عنده هدف كبير هيعمل دي الضربه القاضيه يعني. فالمهم جالس جنبها كده، وبعدين هي بقى خلاص، وبعدين نظر اليها كده نظره جميله وقال لها
بالله هل تعلمين انك ثاني اجمل امراه في العالم، تاني واحده في العالم كله جميله. الست هنا بقى انت عارفه الشعر يا ترى مين الاولاني. فبعدين فرحت كده، فرحت هدأت. وبعدين تعملوا ازاي؟ تقول له طب مين الاولى بقى؟ قال لها انت حين تبتسمين. الله، فابتسمت الموقف انتهى. اكبر الخضر يا رب. علاء من المواقف الجميله، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول اماطه الاذى عن الطريق صدقه. ان شاء الله. فاذا كان اماطه الاذى عن طريق الاقدام يؤجر عليها العبد، فكيف باماطه الاذى عن طريق القلوب؟ الله الله الله، سؤال الله اكبر. الله شوف نعم. اتكلم ولا اضحك؟ لا اتفضل كده. شوف سيدنا بلال رضي الله عن بلال، الله، في بدايه الاسلام كان الصبيه في مكه كانوا بيلعبوا بيه، صح كده؟ كان عبد حبشي. حبشي اسلم، وسيده كان يعذبه لانه اسلم، وطبعا كلنا عارفين نقاطه الشهيره احد احد. الله. طيب، وفضل المسلمين في ضيق في مكه، ولما هاجروا من مكه خد بالك بقى، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا مذفرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب بقى يجبر بخاطر سيدك بلال، الله، ويعوضه عن اللي فات. الله، الموقف الرائع. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم ما انساش، انا مش نسيك، انت كنت بتعزي اوقات الاسلام، النهارده الاسلام انتصر، فانت هتنصر بنصر الاسلام. جميل. وهتعلى وهتعلى. بالضبط كده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اين بلال؟ ومفتح مكه رضي الله عنه، اين بلال؟ ها انا يا رسول الله في ورا في صفوف المسلمين كتير. يقول تعالى، يقول له ايه؟ لن يدخل احد ليصلي معي داخل الكعبه غيرك. الله، خد بالك، ده هو كمان الاذان. شوف ايه اللي حصل في الاذان. شوف شوف، ده كان اول مشهد. وبيوقف من بعيد بيشوف سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه. المشهد غريب جديد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش لا عمر ولا ابو بكر ولا عثمان ولا علي ابدا، خد بلال، دخل جوه الكعبه هم اتنين لوحدهم يصلوا. وبعد ما صلوا كده خلص المشهد ابدا، يقول له ايه؟ يا بلال، والله ان هذه الكعبه هي عند الله عظيمه، ووالله انك اليوم اعظم عند الله من الكعبه. الله اكبر. اصعد الى الكعبه واذن. يقف فوق الكعبه، الكعبه بنيتها عاليه، غير مش عارف يطلع، فكيف يطلع؟ يحط رجل على كتف ابو بكر، رجل على كتف عمر. يصعد. رضي الله عن الجميع. الله. ويصعد. الله. النبي صلى الله عليه وسلم جبر بخاطره قدام كل الناس. عليه الصلاه والسلام. وكان فيهم من اسلم ومن بقي على كفره. لا، جبر الخاطر من اعظم ما يكون، وانا اقول يا لسعد سيدنا بلال. الله. والله يا لسعده. والله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده، يقول له انت اليوم اعظم عند الله من الكعبه. كلام يجبر القادر. والله كلام هو يجبر القادر. ذكرتني بموقف النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه حنين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وزع الغنائم بعد حنين على قريش وعلى الناس اللي هم حديث الاسلام، تاليفا لقلوبهم، ولم يعطي الانصار من الغنائم شيئا، ليس لشيء الا انه وكل الانصار الى الدين والرسول الى ايمانهم. نعم. وكان النبي عليه السلام في يعني في اعتقاده ان هو هيكمل حياته مع الانصار في المدينه. فطبعا الانصار ببشريتهم غضبوا، وجدوا في انفسهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم يعني والله لقد لقي رسول الله قومه فاعطاهم ونسينا. زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، من لقي احبابه نسى اصحابه. نسى اصحابه. فلما سمع المقوله دي سعد بن عباده الانصاري الكبير رضي الله عنه وارضاه، راح للنبي عليه الصلاه والسلام فقال بأبي أنت أمي يا رسول الله، قد وجد الأنصار عليك في أنفسهم. طيب ليه؟ قال لأنك أعطيت قومك من قريش وسائر العرب ولم تعطي الأنصار شيئا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأنصار، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا. من ضمن ما قال يعني، هو بدأ كلامه بعتاب، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، عالة فأغلاكم الله، أعداء فألف الله بين قلوبكم، والأنصار يقولوا المن لله ولرسوله يا رسول الله. قال لهم إن شئتم فقلتم. الله على الجمال. ده خلق.
الله شئتم والله. فقلتم فصدقتم جئتنا طريدا ولصدقتم فآويناك وجئتنا مخذولا فنصرناك وجئتنا ضعيفا إلى آخر ذلك. قال لسان الحال بجمال لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه يا معشر أنصار لقد وجدتم في أنفسكم علي في لعاعة في شيء تافه يعني من أمر الدنيا تألفت بها قلوبا دخلت الإسلام حديثا ووكلتكم أنتكم إلى من إلى ما من الله عليكم به من نعمة الإسلام. يعني هو عمل جبر خاطر الناس اللي دخلوا الإسلام في الحديث ونما سام كمان جبر بخاطر الأنصار قال لهم إيه يا معشر الأنصار والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. جميل إن شاء الله. والله لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار ويدعو لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبعدين يشوف السؤال الجميل يقول لهم إيه أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا رضينا بالله ربا وبرسول الله قسما ومغنما. عبادة جابر الخواطر عبادة عظيمة. سيدنا جابر رضي الله عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جابر الخواطر يراه يوما حزينا فقال له ما لي أراك منكسرا قال له ما لي أراك منكسرا فقال له رسول الله ديونا علي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وإيه ديون إيه بالضبط قال له أنا كنت المفترض أسد ديني عن طريق جز النخل والديون دي الرجل يهودي يعني. فقال له طب وانت ايه اللي مسعله كده قال له انا رحت لليهود لان الامر الفلوس مش مكتمل يعني من خلال البلح وكده فانا يعني رافض فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاه والسلام ذهب لليهودي راح لليهودي اليهودي بنفسه وقال له قال له قال له قال له انظر جابر فاليهودي قال له لا امهله يعني شويه قال له لا قال له والله لا تخيل بس الثانيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر جابر في المره الثانيه وسيدنا جابر واقف سيدنا جابر اصلا انا متخيل سيدنا جابر واقف الموقف ده يعني عايز يطير رقبته ده ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خير من بقي وخير من مضى النبي الاعظم خير الناس كلها على الاطلاق فبيقول لك كده انت بتقول لا ففي الثانيه بيقول له انظر جابر قال له لا في الثالثه شوف الثالثه الصعب قال له انظر جابر وانا الضامن قال له لا صعبه فشوف النبي صلى الله عليه وسلم خلاص راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر اين بستانك قال له فاشار سيدنا جابر على البستان فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد مكان كده فصلى فيه ركعتين ودعا لسيدنا جابر بسد الدين فربنا قدر ان النخل يطلع مره ثانيه ويقضي الدين وتنقضي المشكله بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعوات وبجبر الخاطر يعني ما عوض الله بشيء افضل من جبر الخواطر. جزاكم الله خيرا امتعتونا بهذا الحديث الشريف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.